اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا نبدا بك يا احمد. اهم الارقام اللي هنتكلم عنها النهارده رقم مهم جدا لحسين الشحات. اتفضل. طبعا حسين الشحات يستحق بصراحه الانضمام لمنتخب مصر في الفتره الحاليه، خاصه برضو بعد ازمه مشكله محمد صلاح، هل هيجي ولا لا. اعتقد ان حسين الشحات هيبقى حل مهم جدا في الجناح اليمين. حسين الشحات بيقدم موسم ممتاز جدا مع النادي الاهلي، هو من لو استعرضنا الارقام هنلاقي ان هو عامل 9 اسيست، صنع اهداف 9 الموسم ده مع النادي الاهلي. ادي قدامنا الارقام على الشاشه. بالنسبه للاهداف هو تاني اكتر من سجل اهداف، 8 اهداف بالتساوي مع كهربا بعد محمد شريف. بالنسبه للصناعه هو تاني اكتر من صنع اهداف بالتساوي مع قفشه بعد علي معلول، طبعا 12 اسيست. تاني اكتر من صنع فرص في الفريق حسين الشحات، 39 فرصه بعد قفشه اللي صنع 66 فرصه. تالت اكتر لاعب ليه محاولات على المرمى في الفريق، 51 محاوله منهم 18 محاوله صح. اكتر لاعب في النادي الاهلي عامل مراوغات ناجحه في الدوري هو حسين الشحات، عامل 52 مراوغه ناجحه. تالت اكتر لاعب عامل عرضيات، وتاني اكتر لاعب عامل تمريرات بينيه وحصل على اخطاء كام؟ 26 صح ولا كام؟ 26. ارقام رائعه الحقيقه لحسين الشحات.